سلام الناس، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا بيدات اليوم ان شاء الله غادي تكون مكونات حلوه سهله الماحله البيدات تشدوا فديده. هذا المقادير ديالها سهله بسيطه البنات، خليكم معايا باش تشوفوا المقادير والطريقه. سلام الناس، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا بيدات اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد غريبه زوينه البنات، سهله كتخرج واحد الكميه وكتجي زوينه البنات ان شاء الله جربوها في الحين. هذا بالنسبه للبنات المقادير كيف ما كتشوفوا الزبده، شوفوا راه دايبه بحراره المطبخ الكبيدات. شوفوا معايا ها نتوما، كي قلت لكم الزبده اللي كنجيب راه كنحطها في البلاكار، ما كندخلهاش في الثلاجه باش حيت كنخدم بها، يعني ملي كنخدم بها كتكون مطلوقه وخلاص. دابا راه الصفر اصلا، الزبده راه مطلوقه، يعني ماشي بحال البرد كتكون عندنا الزبده قاطعه. هنا اختي عندي كاس ونص ديال كاوكاو اللي بالقشور ديالو، دخلته للفران غير هكا واحد غير زهدته وخرجته وطحنته كيف ما شفتوا معايا. عندي هنا زرجلان كاس البنات، كاس ديال الزرجلان، كاسونس ديال الكاوكاو، تقدروا ديروا غير كاس ديال الكاوكاو. عندي الزبده كيف ما شفتوا 250 غرام، شويه الملحه، ساشيه ديال الفلو هنا كيف ما شفتوا معايا. بالنسبه لهذوك الصغارين ديال المغرب تقدروا ديروا جوج. هذه كيف ما كتشوفوا معايا تبارك الله راه الكبيره، وهنا الكبيدات خماره هنا 16 غرام، خماره ديال 16 غرام، يعني ديروا جوج حمرين. الزيت البنات غندير كاس وسنيده كاس، والدقيق راه تيبقى على حسب الخليط. خليكم معايا الكبيدات صافي. كبيداتي هنا غادي نديروا سنيده، اختي جاتكم شي حدايه ها نتوما، حتى نبدا ندير فيها ونقول نشاركها مع البنات. ها نتوما اختي كاس ديال السنيده نخليها غير حدايا حيت باقا غادي نصايب شي حلوه. اختي هنا كاس الزيت كويس ديال الزيت، ها نتوما مع الملحه الزنجلان كيف ما كتشوفوا الزبده، وهنا كبيداتي الساشيه ديال هذاك الفلو اللي تقدروا تعوضوا بالفلو ديال الكراميل. صح هو اللي كندير ما عنديش. صافي كبيداتي. وهنا الخماره كيف ما كتشوفوا الخماره 16 غرام، ها انتما شوفوا الزبده كيفاش دايره شفتوا. صافي اختي كنديروا هكا، شوفوا معايا بلا بيض، حلوه اللي بلا بيض. ها انتما اختي سهلت عليكم في هذا العيد، هذا حلوه بلا بيض. وكيف ما شفتوا اغلبيه الحلوه اللي كنديروا هكا بلا بيض، يعني ماشي دائما عندنا البيض. ايوا ها انتما الكبيدات، شوف الريحه ديالها طوب طوب طوب، الريحه ديالها واعره. صافي كبيداتي كتخلطوها كيف ما شفتوا معايا هكا انتوما اختي. صافي كتمعسوا هذيك الزبده هكا مزيان اختي، كتبداو ديروا في الدقيق. صافي شوفوا الزبده راه مع الحال سخون دايبه، عاد يكون البرد كتبقى يا اختي توركي عليها وهي طالعه، عاد توركي عليها وهي طالعه. المهم دابا اختي الدقيق كيف ما كتشوفوا الدقيق الابيض، يعني ها انتوما مغرب المصايب. صافي كتهزوا وكتبقاو اختي كتدخلوا في الدقيق حتى تجمع لكم، بكل العجينه ديالها رطيبه ما تكونش اختي قاصحه، يعني اللي هكا تجمعها في يدك وتجمع على حسب باش تكوريها. وصافي الكبيدات هادشي اللي كاين كيف ما كتشوفوا معايا، و تخرج تبارك الله هي تتخرج، يعني كتخرج واحد عرفتي الشرج محلول تيرجع ليا الدقيق. المهم الكبيدات قلت لكم تتخرج يعني واحد الكميه حلوه اللي زوينه، جربوها في هذا العيد هذا وردوا عليا اختي الاخبار. المهم كبيدات شوفوا باش ما نطولش عليكم الفيديو، نجمعها ونرجع لكم. هادو واش غنزين، يعني تقدروا ديروا اللوز، ديروا كاوكاو باش خدمتوا، يعني تقدروا ديروا كاوكاو، تقدروا اللوز، اي حاجه عندكم. انا بغيت نخدم كبيدات شوفوا معايا هنا راه بديت معاكم. اش هاد الناس دائما عندي مشكل انا في التليفون هاكا، حيت عندي يعني حتى دوك الفيديوهات والتصاور القدام ما كيسخاوش عليا التصاور. المهم البنات شوفوا معايا غادي غنوريكم التكوين. صافي كبيداتي وغادي نمشي اختي ها نتوما حتى نكمل ان شاء الله. شوفوا واخا تفرقع عليكم هاك ما تخافوش منا، حيت غادي شفتوا ها نتوما اختي، وغيتزاد الحجم ديالها يعني بحال هذاك الشكل. هنا اختي غادي نعاود نزيد كبيدات شوفوا معايا ها نتوما اختي صافي هكا
المهم واخا كتفرقع بحالك ما تخافوش عليها، صافي غندخلها الفران بعد ما نخرجها ان شاء الله ونرجع لكم القبيله تشوفوا الشكل ديالها. كبيده تشوفوا معايا حلوه توب توب اللي كتجي زوينه ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. كامله كتجي بحال هكا، كامله كتجي بحال هكا. شوف انا حطيتها لكم برا باش تشوفوها وتشوفوا الشكل ديالها، يعني كتجي واعره كبيداتي. شوفوا معايا هانتوما، انا نوري لكم هانتوما، عرفتي كت هكا كتفرتت الكبيدات كتفرتت. شوفوا معايا هانتوما اختي، وتبارك الله هاد الصينيه راه عامره هانتوما، كي قلت لكم راه تتخرج، يعني كتخرج واحد الكميه كبيدات. شوف وبصحه والراحه كبيدات، ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم بالصحه والراحه. عرفتي ملي كتكونوا هكا كتهزوا فيها ولا كتقيسوا فيها غير بشويه كتفرتت كتذوب في الفم،